وأكيد أولى فقراتنا اليوم الناحية الطبية، اللي بنحاول دائما نجاوب على كثير من أسئلة الناس. اليوم موضوعنا جدا مميز وهو شائع بنفس الوقت، رح نحكي اليوم عن خلع الولادة، وهي إصابة بتصيب المفاصل وتجبر فيها أطراف العظام على ترك موقعها الطبيعي. يمكن لعملية الخلع أن تصيب وركا دون الآخر أو تصيب الوركين. تختلف درجة خلع الورك الولادي من حالة إلى أخرى، وتندرج شدته من البسيطة حتى الكبيرة. عن أسباب الخلع الوركي وأعراضه على الطفل وطرق العلاج رح نحكي قدر الإمكان بالتفصيل مع دكتور محمد جهاد حاج إبراهيم، جراحة عظمية، رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية وعضو الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يعني عم نحكي عن موضوع اليوم لنعرف أكثر تفاصيله، أول شيء خلينا نعرف الخلع الوركي الولادي وأضراره. هلا خلع الوركي الولادي هي آفة بتصير بالحوض، ما بين مفصل رأس الفخذ وما بين الجوف الحقي بالحوض. ممكن يكون ثنائي جانب، ممكن يكون أحادي جانب. هلا في شيء اسمه عوامل مساعده، الوراثه، الوضعيه المعيبه باثناء الوضع الطفل بالرحم، واهم الاسباب كمان هي المشكله اللي عندنا هي تشوه بالجوف الحقي. الراس بده يقعد بمنطقه اسمها الجوف الحقي، هون التشوه بيكون فيه. هلا هذا هالمرض هذا نحن بنسميه يتم اكتشافه الحقيقه، المفروض الطفل هو عم يولد موجود هلا حاليا بالمشافي، بشوفه طبيب الاطفال ويعمل له فحص، في عده فحوصات بيجي للطفل، وغالبيه الامر يعني نسبه كثيره من الاطفال اذا كنا نحن بتكون فحصهم جيد جدا. في بعض الاحيان يعني بتسرب بعض الاطفال انه ما بيتشخصوا بشكل جيد. هلا خلع الولادي نحن اذا لقطناه في سن باكر، في نحن ممكن نعمل تحت سن 3 شهور ايكو. هلا هالايكو هذا هو الحقيقه بده يكون طبيب عنده خبره، طبيب اشعه عنده خبره جيده جدا، لانه عم يتعامل مع طفل صغير. تمام، بده يقعد في وضعيه الطفل، ممكن احيانا يتخدر الطفل لحتى نحن نقدر نكتشف. هلا نحن بعد 3 شهور اذا كنا ما لنا مكتشفين وشعرنا الطفل انه الام هي اول من يلاحظ انه الطفل ما عم يعمل تبعيد لرجلتين مشان نحط له حفاض، في مشكله ما عم يعمل تبعيد، فهذا بتراجع الطبيب فيه مباشره. هلا بعد 3 شهور الصور الشعاعية تكشف هذا الأمر. العلاج ناجح 100%. إذا نحن لقطنا الأطفال بعمر مبكر بعمر باكر ناجح العلاج 100%. أو في بداية المرض ممكن نحن نزيد الحفاضات للطفل، أو في عنا بعض الأجهزة البسيطة. طفل لساته صغير ما له وعيان، ممكن يتحملها وممكن ما يسبب مشكلة. تمام. هلا دكتور عفوا، بس اذا بدنا نسال عن درجات الاصابه بخلع الولاده، هل في درجات معينه في نسبه خطوره ممكن نحن نلاقيها بحالات دون الاخرى؟ طبعا هلا نحن عندنا شيء اسمه خلع كامل وفي شيء اسمه تحت خلع. طبعا. هدول الشيء. هلا نحن هذا خلع ولادي، ما لنا علاقه بخلع الرضيع عند الكبار. الدرجات هي تحت الخلع على الصوره الشعاعيه ببين عندي انا الراس ما له محتوى بشكل جيد من الجوف الحقي. ممكن انه هذا يتعالج بالجبس، ممكن يتعالج بالاجهزه وبناخذ نتيجه جيده. هلا قطعنا سن 3 شهور 4 شهور 5 شهور، الاهل ما انتبهوا. الام المفروض تلاحظ هو الولد هو عم يمشي عم يعرج. هلا اذا كان بايلاترال عندنا الطرفين مخلوعين، فالطفل بيمشي مثل مشية البطه. ما بيتاخر عنده المشي؟ ما بيتاخر المشي، لا بس بيمشي مثل مشية البطه، كمان احنا ما بنكتشفه، اذا كان احادي الجانب منكشف اكثر بصير عرج عند الطفل. هلا في امور علامات هي من اختصاص الطبيب اللي هو بده يدور عليها. اذا نحن الام جابته على عندنا الطفل بلش يمشي، هذا معناته انا صار عندي خلع، صار العلاج تبعه حسب العمر تحت السنه واربع شهور لا يجرى جراحه. ممكن نحن نعمل له اجهزه ونحط له جبصين وبياخذ نتيجه جيده جدا. هلا بعد سنه واربع شهور احيانا ما بكتشفوا. تمام. يعني انا اجاني مرضى عمرهم 30 و35 سنه وعندهم خلع ولادي بالطرفين وما لهم عرفانين وما له ظاهر، ما له ظاهر، مفكر حاله انه هو موجوع وجع ظهر، مشيته بالطرفين مفكرينه مثل بطه. هذا يعني قديم هذا الحكي. تمام. هلا حاليا تقريبا نحن ما عم يتم التسريب. مديرية صحة مدينة دمشق عملت مستوصف وحطت جهاز ايكو لاكتشاف الاطفال تحت سن
الأربع شهور، كانت النتيجة يعني مبشرة جدا. نحن خلال هالفترة الماضية صار في عندنا تسريب أطفال كتير، صار في أطفال يولدوا في البيوت عند الداية، فلذلك نحن نلاقي في تسريب كتير. نحن متمنى على كل أم إذا شعرت، إذا في عندنا نحن إذا كان عندهم بالعائلة في خلع ولادي، إذا لقيت أن الطفل مشيته ما هي طبيعية، إذا لقيت أن الطفل في وضعيات ما بيحسن يقعدها، إذا كان الطفل مجيئه مقعدي، إذا كان توأم، في عدة لحنا أمور نتطلب منا أنه إحنا نجري صورة شعاعية في عمر الأربع شهور، بيوفر علينا عمل جراحي، بيوفر علينا وقت كتير كتير كبير. هلأ السنة وأربع شهور في حال نحن ما اكتشفنا الطفل نلجأ إلى جراحة. الحقيقة جراحة هي خزع بالحوض، يعني عمل جراحي كبير، ما له يعني عمل جراحي خزع الحوض وخزع الفخذ وحط صفايح وبراغي، وبحيث أنه ترجع الأمور بخير. ورغم ذلك نحن يعني طالما دخلنا موضوع الجراحة، إذا كانوا الطرفين ممكن بعض الأحيان أحد الأطراف يفشل جراحيا فبيسبب عرج. هلأ لنفرض أن الأمور مشيت، عملنا عمل جراحي لأمور جيدة، برجع الطفل وضعه ممتاز، ما عنده أي إعاقة أبدا، هذه أفضل الحالات، هذا غالبية الحالات. تمام. هلأ الأطفال اللي بيتسربوا، نحن أحيانا بيجوا لعنا في سن السبع سنوات وثمان سنوات، إذا كان عندهم عجز منيح هذا الشيء ممكن إجراء الجراحة على الأطفال هذا. بس المشكلة أنه إحنا لازم يفهموا الأهل أنه نسبة النجاح كل ما تقدم السن كل ما خفت نسب النجاح عند الأطفال. تمام. هلأ خلع الولادي نحن بنقول عند كبار، عند كبار هو موجود، بالمستقبل بيسبب له عجز، بيسبب له قصر بالطرف، بيسبب له اهتراء بالمفصل، يسبب له عجز. هالعجز هذا يؤدي إلى قصر بالطرف، يؤدي إلى تشوه برأس الفخذ، مما يستدعي مستقبلا إلى إجراء عمل جراحي ألا وهو تبديل مفصل الورك. هلأ تبديل مفصل الورك حسب الحالة، في مريض مرتاح ما بدي، في مريض مزعوج دكتور أنا مالي مرتاح عم أعرج ما عم أحسن بقعد، هالأمور هي. فنحن نطلب من الأم هي المؤشر الأول، أول ما يجي الطفل عم تلاحظ حالة هي بالتحفيظ، عم تحط طال الطفل ما عم يصير تبعيد بشكل جيد، مباشرة تعرضه على طبيب وطبيب عظمية. مع احترامنا لأطباء الأطفال هني عندهم خبرة وخبرة جيدة جدا، بس هلأ هون نحن قطعنا مرحلة، هو أصلا طبيب الأطفال هو بيرسل الطفل عن طبيب جراح عظمية بيقول له نحن نعمل استشارة، والعلاج قبل السنة نتائجه جيدة جدا، لأنه بياخد وقت. لذلك بعض الأحيان الأهل بيملوا، بده صبر، بده صبر. الخلع الورك الولادي هو مرض موجود ما بينتقل، ما بيعدي، يعني هذا موضوع كثير، مو شرط انه والله ينتقل من اذا شاب عنده خلع ولادي يجي ابنه خلع ولادي، لا مو شرط، وارد هذا الشيء لكن مو شرط. اذا كان عند الام او عند الاقارب موجود ممكن يتواجد عند الطفل، ايه بس مو شرط. شو اسبابه دكتور؟ ليش ممكن يصير خلع ولادي؟ هلا هو الاسباب تبعه هو عسر التصنع بالجوف الحقي، راس الفخذ يجب ان يحتوى داخل الجوف اللي احنا بنسميه جرن. المشكله بهالجرن في تسطح فيه، في تشوه حقيقه ادوباتيك ما معروف، وفي منه وضعيه خاطئه باثناء وجود الطفل بالرحم. في عندي انا بعض الغياب، بعض الانزيمات، في عندي فرط، نحن بنسميها فرط رخاوي اربطه، بصير عنده دول اطفال. يعني مو شرط زي مثل ما بنعرف انه ما عفوا دكتور انه يكون بس مجرد انه سببه يعني خطا من الولاده، نحن بنتخيل خلع الوركي انه هو عم ينسحب من خلع كثير دكتور. لا هلا نحن اللي بصير عند الطفل اثناء الولاده هو خلع الكتف، خلع الكتف واصابه بالضفيره العضديه، هذا مرض اخر تمام. هلا هذا بيكون ولادي عسيره، بيضطروا الطفل اول ما بيطلع من الراس بعدين بيضطر الدكتور يمسك الكتف ويشد. هلا بعض الاحيان بصير شد جائر على الطرف، على الطرف العلوي، بيؤدي الى اصابه بالضفيره العضديه، وللاسف الشديد كثير بتاخر احيانا لاكتشافها. اذا اكتشفناها بسن باكر نتيجتها جيده. هلا خلع الولادي مو هو عم نسحب الطفل من بطن، لا هو موجود
في بطن الأم خلقي أثناء الرحم عنده مشكلة تسطح بالشوف الحقيقي. نعم. طب شو هي الأخطاء الشائعة اليوم اللي بتمر أو عم بيمارسوها الأهالي بما يخص الخلع الوركي؟ هلأ نحن من صائب أنه الأهالي كثير بينبكونا وبيشفق قلبهم كثير على الطفل وجبصين وحرام ونحط له جبصين. نحن أول فترة بتوجع الطفل. في بعض الأحيان الأهالي بيفكوا الجبصين انه نحن ما 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 لنا متحملين انه ابننا عم يتوجع. هو اول 4 5 ايام اسبوع زمان بتوجع، لانه فتره الجبصين تاخذ 3 إلى 6 أشهر بوضعيه مزعجه للطفل، بحيث انه يحتوى الراس داخل الجوف الحقي والنتيجه جيده. يعني الاهل جدا دكتور مناعه الطفل الصغير هي اقوى من كثير من الكبار، هيك بيقولوا الدكاتره. ما هلا نحن بالنسبه لنا المناعات هي تكتسب من حليب الام، وبعض وطبعا مع تقدمه في السن بتكون مناعته عم تتحسن شوي شوي. لسه الكمبيوتر تبعه ما دخلت عليه السوفت ويرات، بدنا ندخل سوفت وير للمشي، سوفت وير لحط الايد بالتم، سوفت وير. كل بني ادم هو عباره عن كمبيوتر بدماغ، بدنا نعمل سوفت وير لكل شيء. تمام. لذلك هلا نحن النهايه هي كمان خبره وتجربه للطفل، كل شغله بيشوفها وبيتعلمها وبيلمسها وبيكتشفها وبتتخزن عنده بداخله. يعني دكتور اليوم عم نحكي عن موضوع مثل ما قلنا شائع كثير، في كثير يمكن افكار خاطئه عند كثير من الناس، شو بتحب توجه نصائح وتحذيرات للاهل بهذا الخصوص؟ مثل ما قلت اهم شيء الاكتشاف المبكر، شو نحن بنقدر نزيد عليه ان كان بمرحله العلاج وان كان بمرحله اكتشاف؟ هلا اول امر اذا كان في احد العائله عندهم خلع ولادي، انا بطلب من الاهل حتى لو فحصوا طبيب الاطفال، حتى لو في سن السنه يعني يتوجه لعند طبيب جراح عظميه. هذا امر. امر ثاني، اذا اجت جيء مقعدي او ولاده عسره كمان نحن نتمنى انه يتوجه للطبيب. هلا اذا الام هي عم تحفظ الطفل لقيت في مشكله ما لها مرتاحه، الامر لا يكلف الا صوره شعاعيه بسيطه. تمام. وهالصوره الشعاعيه هي الحقيقه بتقينا من عمل جراحي وبتقينا من تشوه خلقي مستقبلا. تمام. يعني الطفل بصير عنده عرج دائم. ولكن نحن اذا قدرنا نكتشف هالمرض هذا يشفى الطفل 100%. وعندنا هون بسوريا العمليات وعندنا الاطباء الاخصائيين، عندنا امكانيات هائله. تمام. برا ما عند برا، لا نحن بيجينا زملائنا من برا ما بيوصل لعندهم الطفل للعمل الجراحي. نحن يصل الطفل للعمل الجراحي، لذلك بده خبره، وهون اطبائنا عندها خبره جيده. وعي اكثر كمان يمكن دكتور، الام تكون كثير عم تراقب كل حركه حتى تكتشف اذا في خطا معين وتراجع الطبيب المختص. طبيعي. نحن هوي الام المشعر الاول. الام هي المشعر الاول لهالموضوع هذا، وقت نطلب من الام انه نحن شكينا في خلع ولادي. كل ما هنالك انه نحن بنسمك الحفاظ للطفل، وممكن في عندنا بعض الاجهزه اسمها بافليك هذا بنحطه للطفل، بس اهم شيء انه نحن نسمك له الحفاظ اول 3 شهور. وهذا بيعطي نتيجه جيده حتى لو نحن ما لنا شاكين بخلع ولادي. اذا حطينا له نحن تبعيد بسيط، مو تبعيد قصري لانه هذا بياثر على راس الفخذ، تبعيد بسيط عند الطفل هذا ممكن نزيد له الحفاظ، بدل ما نحط له حفاظ نحط له 2. وهذا في اوروبا يعني مو بس عنا، هذا مفهوم عالمي. نعم. هذا المفهوم عالمي بهيك علاج للاطفال خلع ورك ولادي الحديثي الولادي. اكيد. ونتائجه بتكون جيده جدا باذن الله. اكيد. بدنا نقول لك شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد بنتمنى يكون هذا الوعي موجود عند كل الامهات وكل الاهالي، يعني نقدر نتفادى كثير مشاكل مستقبليه كثير كبيره، فشكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا كثير دكتور على كل المعلومات، وبنتمنى السلامه لهالسنه للمواليد 2021، يعني رقم مميز ان شاء الله يكون. ان شاء الله. شكرا لك دكتور.